ديالي مشى ظلمان عدمان، حكمي واه ربع سنين شمن السبب حتى اللي عاملين مصايب. انا خصني نوجه راسي ديالي لسيدنا والسلطات وكل شيء ادبني باش نقبض ضرب الحق ديالنا والحق بهذا السبب اللي خلاه مع 6 شهور تبانا اللي عرفوش محروق مزلف على الكبده ديالي فين نمشي نطلل على قلبي محروق مزلف وهو عندك محروق عليا وانا محروق عليك سيما ما بعد ما كنا من عسل حقيقة هي بعد الهضرة ما بقيتش نهضر من يسمع ابني تم ضربه من ضربه ما يكسرهاش في البيت ديالو تضرب ورقه تضرب فمه وابنها هو خلاها أنا يماه محمد عمران خلاني خلى العين معاه 6 شهور ما عرفتش أنا بني باش قبطيوه وأنا عمري في الدنيا خلاني باباه هو الخدام ديالي هو الأخو ديالي أم بني ما خرج لي من الدار عمرو بني ما بات في موطا قدي بات في الدار بني رفعي واه من الخميس ما عرفتش بني 10 هزاوه من الخميس أنا خصني نوجه الأخي ديالي لسيدنا ونسلطوطا وكل شيء هذا بني باش نقبض يظهروا عليا باش نقبض ابني تم ضربه المضربه ما يكسبهاش في البيت ديالو ضد الورطه ضد باه وابنها هو خلاها ابني ما زاد يتل سما زاد وشي وانا قد كبرت ورا خرز ما بقى قد نخدم ما بقى قد نقش وانا كنوجه لخرا نسنى والسلطه وكل شيء ابني باش نقبض يظهروا عليا هذا ملي قبطي واحد جدر ملي القصار يظهروا ابني باش نقبض يسوقوا لي ابني باش نقبض انا كنطلب الرب الحبيب ابني يخرج قريب ما محروق مزلف على الكبده ديالي فين نمشي نطلل على قلبي محروق مزلف وهو عندك محروق عليا وانا محروق عليه لا نخاف يوصل لي العمار وما راهش ما يراني شي الرجل ديالي مقدم هذه 60 سنه والرجل ديالي مقدم لعمره في الدنيا في بطف الاداره ويجون عند الكتاب ويجوا كل شيء انا قلت ابني بالاداره ابني بقى جموع الخميس والجموع والسبت عن ماشي ما عرفت ابني باش مدهون ابني يجي لقطيوه من الخميس انا خصني نعرف ابني باش نقبط وباش من السبب واش من الاخر هزاوه من الخميس انا الزوجه محمد عمران اللي متهم بتاجر مخدر دولي واللي كان معاه حتى هما متهمين بنفس الملف وبنفس القضيه حنايا مظلومين مشينا في الظلم هذه التهمه نزلوها علينا من السماء الى الارض ما عرفتي انا الزوج ديالي علاش نزلوا عليه هذه التهمه هذه الرجل ديالي داوه بصفات عيط على شي واحد جبروا له النمره ديالو في التليفون الرجل ديالي مقدم ضروري معايا يعيط على اي واحد يعيط لوحده دليل في 12 دليل في 3 دليل علاش انا مقدم واجب عليا ولا نادي الواجبات ديالي والخدمه ديالي هذا الشيء زعما الصراحه طيحوا علينا هذا الظلم كبير بزاف طيحوا علينا هاد التهمه انا بقيت مع 4 سنين وانا مخطوبه ما عمري سمعت عليه شي حاجه من غير الخير وعاد 3 سنين ديال الزواج هو اللي كصارف علينا هو اللي كقايم علينا بالشهريه ديالو والحمد لله حنا 3 دنسه في الدار وغير في الخلاء ما معنا حتى شي واحد لا جيران لا حتى شي حاجه انا بغيت حقي وهذا النار اللي طيحوا علينا هاد التهمه وهذا البطل انا مستعده نواجههم مباشره ما عرفتي انا نهار الخميس 6 في شهر 10 2022 بدنا نتسنى الراجل يجي للدار الراجل غبر الراجل ديالي اصلا خطفوه ماشي داوه قالوا تاجر مخدر دولي طيحوا عالم السماء للارض بان الطياره طاحت في جهاد القصار هم باقين لحد الان اللي جو يبحثوا على الراجل ديالي الخميس شمن شي واحد عنده علاقه بالراجل ديالي الطياره نساوها هذه دابا عماين الطيارة نسوها صافي اللي بحثوا على الراجل ديالي عرفتي انا هاد الفرقة الوطنية اللي تجي تبحث عليه في الخميس لانجرا شكون اللي عنده علاقة بالراجل ديالي الطائرة صافي نسوها انا لا نطلب الحق ديالنا والحق ده هاد الصبي اللي خلاه مع 6 شهور حتى با ما اللي يعرفوشي خلاه مع 6 شهور دابا عنده عماين وشهرين طب ما اللي يعرفو اللي يمشين عنده مرة في 4 شهور ومرة على 5 شهور ما عرفتي ما عندناش حتى الامكانيات باش نمشيو عنده ولا باش نمشيو نشوفوه انا بغيت حقنا بغيت من القانون ومن سيدنا ياخذنا حقنا من هاد المجرم الله ياخذ فيهم الحق
اللي طيحوا علينا هاد التهمة، وربي هو اللي عياخد حقنا، وبغيت من السلطات ومن كل شيء ومن سيدنا الله ينصره هو اللي عيدنا الحق ديالنا. هذا اللي لنطلب. أنا سعيدة عمران الأخ محمد عمران دوار دار الغريب. الأخ ديالي معرفنا شنو اللي القصة اللي وقعت له، الحق القصة اللي وقعت الخير أنا نعاود شنو وقعنا معه. أنا كنت معاه في الخميس، والنهار دو الخميس الأخ ديالي تسخر لي وصيفتني طلع في حالي، وهاد النمرة اللي جورو عندك الشخص ذيك مول الطونوبيل راه هو مقدم ويقدر يعيطنا أي واحد، وهذاك الشخص يجبنا الصخرة للدار حيت حنا ما عندناش مواصلات. دائما خي كاين كيبات في الإدارة، كاين كيبقى في الإدارة، حنا هاد الشيء اللي مشينا عليه. سامعين لي النداء ديالنا موجه، يعني الراي العام ماشي غير كلشي، نسدنا كلشي. شوف الحال، عايشين ثلاثة نسا في الدار بوحدهم، العائل عنده عامين، الأب ديالو خلى عنده 6 شهور، الأم تقريبا في العمر ديالها 70 سنة. واش الأم ذا السن هذا كتمعفنا معزز ومكرمين ناقصنا حتى خير؟ بدا السن هذا واش الأم كتخرج تطيف مع الناس وتخدم مع الناس باش توكل الصبي وتوكلنا وتخلي البولة شعلة فوق مننا؟ هذا الأخ تما مسكين كيقول ما عامل لا بيدو لا برجلو، هاد الناس علاش داواه وعلاش خلاوه تما؟ ما عندنا إمكانيات لا باش نمشيو عنده ولا باش نشوفه ولا باش نقيمو محامي ولا حتى باش نصرفو على راسنا. بغينا نعرفو علاش خاي تما، واش من تهنا عنده؟ ويجو حنا مجبرو عند خي تا حاجة من قد نمرة تيليفون، يجو الدار ويشوفوها ويلاحظو ويشاهدو. راه حنا ساكنين فوق الدار كلها مجعزعة، كلها عتبت فوق مننا. حنا الأخ ديالي مشى دولمان عدمان، حكميوه ب4 سنين، شمن سبب حتى اللي عاملين مصايب كيتحكمو بدا المدة هادي؟ حنا خي كانو خدمة من الدار وراجل قانون وولد السلطة، يعني كيفاش غادي يكون الناس التهمة اللي كيتهميوها بها راهم يقدر يرفدها حتى شي واحد؟ حنا التهمة اللي مشى فيها خي كيتهميوها مخدرات، واش هاد الحالة الشخص مخدرات؟ وحنا خي شمن علاقة عنده يعني من دوار لدوار إلا نقصر؟ واش خلاو القبيلة كاملة وما جات حتى لخميس طنجرة باش يدو الفداء منا؟ حنا مستعدين نواجهوهم. واش خي تباعو شرفه؟ واش شنو القدر ديالو؟ انا زوجة احمد العشيري، الزهرة العشيري، وراجلي احمد العشيري، وابني انوار العشيري. انا ابني ما عامل حتى شي حاجة، وانا راجلي ما عامل حتى شي حاجة. انا الرجل ديالي مراقر غا في الكتود السيادة ذو الجبل، اي حد السيادة ذو الحجل، ذو الحجل وعنده الجيران لا يربيهم، هذيك العيشة ديالو. انا عندي 11 دلعيان وما عنديش كي يكلم لي، وانا جاو الدواه لي قدام ولادي، وانا ما الدواه لي ما عرفت باش تبلي. انا قلبي مكوي على الرجل ديالي وانا محروق عليه، وانا ما عرفتش علاش مشى. قالوا الطياره ما الطياره، ما عندنا العلم حتى شي حاجه عليها، عندنا الخبر حتى شي حاجه بها اللي طاحت، وانا رجلي مظلوم. راه هذا السيد هذا احمد العشيري الخدمه ديالو في الكوتو، خدام مع الناس ديال الكوتو، حاشا كيجيب الجرا كيبيعهم، الدراري كيوصوها كيولع الجرا وكيديوها. هذا الشيء ما عرفناش كيفاش، واحد السيد بعيد كيسكن، كيسكن وجهه كسطيخو ولا حي درا ولا المهم كيسكن عاف ذاك الدنيا هذه، كيجينا هنا مره مره عند الدراري ما نعرف جرار نتجذر ميا جبروا له شي طوموبيل فيها شي حاجه ما عرفناش ني جرالم. هذا كانوا عنده اتصالات مع بعضيتهم في الكوتو، حتى هما كيصادو خا كيصادو الكوتو ذاك الشيء، عيطوا له قال لك راه نشوفوا واه فين هو هذا الولد، غيجيب شي صخره من الكلاب ولا خا عاوتاني عنده شي عزيبه هنايا، جبروا له النمره داك السيد، بقى له تما جبروا له من النمره ديالهم. عاوتاني هذا كيعمل عينو على الكوطو ورديه مونتي كيدبر عليه وكيقول له عمل عينيك مع فلان ومع فلان، المهم انتينا تاخل مع ذاك الشيء هذاك. بقى كيتصلوا ببعضياتهم، هذا كيعيط ذاك كيعيط انت كيعيط له كيقول له الا كانوا كيصادوا كيقول لهم اصحاب التراني هما خرجوا موطا الفلاني. كاين الدان صحاب الكوتوس كيمشيو كيجروا موراهم كيهربوهم. التهمه ديالو قال لك اسيدي سمعنا، قال لك شي طياره طاحت في الجهاد القصر صغير ما نعرفش من دوار اش من بلاد تما واحد الدوار ما نعرفش سميتو، كد عين هي داير كعين خرو كاشني والله ما تعرف ذاك الدوار تما. وقال لك اسيدي تهموهم بالطيار، هذه الطياره هذه بعيده بزاف علينا، جالا حنا وصلنا تما ما عمرنا وصلنا لذاك الدنيا هذيك ما كنعرفوهاش حتى حدنا من الخميس دلانجران السوق من الدار ما عمرنا كنخرجوا. لا بس من هذا من القصر الصغير نبحروا هيدا الصيف من الصيف نلعب نلعب. وابنو شي غادي نقول لك ابنو يعني عنده واحد قولوا شي عباره كايدا ذي الكيف معروف العالم كعامل الكيف
مش يعني عاد ما لنجرا معروفه مقصر صغير الا تنباب برد، هذه راها معروفه كاينه الكيف. الولد مبلي، مبلي هو واحد خاه وخاه على السبسي والنعاس وهو جالس ما كيخدم ما كيردم، هو وخاه هذا الشيء اللي كاين وماشي حاجه اخرى والله ولا كاين. قولك يا ودي عصابه تهرب في المخدرات كيفاش هذا الشيء؟ انا والله ما فاهم هذا الشيء. انا بدي سمعت عام من عند الناس هذا الشيء، هذا سمعنا عام من عند الناس قال لك تهموهم شي اجراميه شي طياره. انا مرات خاه احمد العشيري وهو مجبر هو خاه انوار العشيري، جينا من اللي جينا لنجبروا العائل مشبر ليش مشبر وكنقولوا له شني كاين، كنقول يا ودي انا ما عرفتش علاش انا مشبر. واحد الكبير ديالهم كيقول له خصني باك، خصني باك، خصو باك يحضر، خصو باك يحضر، خصو باك يحضر. الانسان خدام مسكين في الكوتو ما عنده حتى شي حاجه، عنده تجرى، عنده الرواد تجرى عباد الله، بقات المراه مكلفه بهم ودابا هو مسكين لا يقولوا له انت ما يداوها القصر، قالوا له انت ما هذه بالطيار، احنا ديك الطياره ما كنعرفوها شي البعيده بزاف، ما عنده حتى شي حاجه. وكي كانت عنده شي حاجه في الطياره ولا في شي حاجه كعندو عنده عذر في الناس، ما عنده دار، ما عنده ارض، ما عنده تشنكلا ديال القومه في رجله، ما عنده حتى شي حاجه، القندوره عليه وتشنكلا ديال القومه في رجله، ما عنده دار، ما عنده ارض، ما عنده طوموبيل، ما عنده موطو، ما عنده حتى شي حاجه. نطلبوا على الله، نطلبوا على الله رب الحبيب يفتحنا الباب ذو الخير يفكونا هذا المشكل. انا محمد العشيري، الخوة ديالي احمد العشيري وولدو انوار العشيري. الخوة كنعرفو خدام في الكوطو، ما كنعرف على حتى شي حاجة، كنعرفو خدام في الكوطو وبنو عمل شي سبولات ديال الكيف وشدوه بهم، شدوه بهم مشاو تهموه بالطائرة. طائرة حنا ما عندنا خبر بالطائرة، ما كنعرفو طائرة، ما شفنا طائرة، والطائرة بعيدة علينا بالضرد ديال 27 كيلومتر ولا اكثر. قالوا واحد الدوار ظهر ديال الخروب، حنا ما كنعرفوش، كنسمعوا به. هذا هو اللي كاين خاي، ما كنعرف على حتى شي حاجه، كنعرفوا خدام بالكوطو. واش اللي خدام في الكوطو ب 1000 درهم في الشهر غيكون خدام في الطياره اخر لابس تشنكله ديال القومه؟ قالوا الطائره طاحت بشي حاجه وجاو شي ناس حرقوها، ما نعرفش شكون قالوا حرقوها، حنا ما كنشوفوها بعيده علينا حنا بزاف. ما هي القياده ديالنا، ما هي الدائره ديالنا هذيك، بعيده علينا بزاف. الطائره حنا ما كنعرفوهاش، ما شفناها، ما عندنا خبر بها. حتى اللي خرجت عند الخوا قال بان الطائره مسهم بها، ما حنا ما عرفناهاش. الخي عنده غير نسمه في هذا الشيء، هذا انا نمشي فوطو. حنا كنطلبوا سيدنا يتدخل في هذا الشيء، هذا الله ينصرو، ووزير العدل يتدخل، وكيل الملك اللي في يده هذا الملف هذا يتدخل حتى هو. والنقد ديالنا مرفوض، جا مرفوض، كنطلبوا الاعاده في هذا الشيء، هذا يعيدوا النظر في هذا الشيء. هذا ما الحكم صيمانا ما بعد ما كلنا ما نعسنا الحقيقه هي بعد الهضره ما بقيتش نهضر، انا ما سمعتو الهضره ما بقيتش نهضر.